بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين الذين سورارمو wannan wata fatawa ce ta babban malaminmu al-Sheikh al-Allama al-Doctor Salih bin Sa'ad al-Sahimi ɗaya daga cikin manyan malaman sunna na duniya muftil Madina kenan Salih bin Sa'ad al-Sahimi sannan kuma daga cikin abun farin ciki wannan babban malami ya taba zuwa cikin wasu zamanna yana gabatar da daura cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah madaukaki muke roko ya tabbatar da zaman lafiya a cikin ta da sauran garuruwan musulmai to al-Sheikh Salih bin Sa'ad al-Suhaimi wannan babban malami na musulunci an yi masa fatawa game da kisan da aka yi wa wannan yarinya wacce ta fito ta yi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a garin Sokoto kuma ga nassin tambayar da aka yi masa kuma ga nassin amsar da wannan babban malami ya bayar Allah madaukaki ya datar da mu عودا على سؤال الديمقراطية أحسن الله إليكم يقول السائل الكريم في بلدنا فتاة نصرانية سبت النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأت على ذلك فثار عليها بعض الشبان المتحمسون وقتلوها ثم أحرقوها فمدحهم بعض المسلمين على فعلهم وطلبوا من الحكومة التي سجنت أولئك الشباب بإطلاقهم وذلك حبا للرسول صلى الله عليه وسلم مستدلين بقصة الصحابي الذي قتل أم ولد له لما سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على فعله لا. هذا التصرف غير صحيح وغير جائز أبدا القاعدة طبقوها إزالة المنكر مقابل منكر أعظم منكر أو مساوي حتى فلا ينبغي لهؤلاء الشباب الإقدام على قتل هذه النصرانية من باب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وعداوة الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام غير مستغربة وليست جديدة هم أصلا يكفرون به ولا يعترفون به ولا يعتبرونه نبيا فكوننا نقدم على أفعال مع ضعفنا تحدث ردة فعل تضر بالإسلام والمسلمين في تلك البلدان أرى أن هؤلاء قد ارتكبوا منكرا وأضروا بالمسلمين هناك أضروا بالمسلمين هناك أضرب لكم مثالا ما يسمى بتفجير منهاتم ذلكم البناء العملاق الذي ألصق بالمسلمين وتقمصه أقول تقمصه بعض المسلمين وبعض المتحمسين الجهلة السفهاء وألصق بالمسلمين مما أحدث ردة فعل إلى يومنا هذا على الإسلام والمسلمين وتوقف انتشار الإسلام الذي أنا كنت في أمريكا قبلها بأسبوعين والله أسلم الكثير في تلك الرحلة لكن بعد أن حصل هذا التفجير توقف وأغلقت المدارس الإسلامية 1000 مدرسة كلها سعودية إسلامية تغلق بعد هذا الحدث فما الذي جناه هؤلاء المتحمسون بغير زمام ولا خطام ودون الرجوع إلى العلماء الربانيين ما الذي جنوه على الإسلام والمسلمين هؤلاء لا أقاموا دينا ولا يعني فعلوا شيئا في صالح الدين بل أضروا بالدين جملة وتفصيلا ووقفت الدعوة الإسلامية في أوروبا بسبب أولئك فإذن هذه القضية يعني ماذا تستفيد من قتل امرأة نصرانية هي نصرانية لا تؤمن بالله ولا برسوله فما الذي تستفيد أنت من قتلها أنت تأثم لأنك جلبت شرا على من على المسلمين طيب هذا يجرنا إلى الكلام على الانتحار والتفجير في بلاد الكفار هل هو جائز لا والله والله ليس بجائز لا في بلاد الكفار ولا في بلاد المسلمين من باب أولى فهذا أولا أن الذي يفجر هو يقاتل لنفسه ومن قتل نفسه فهو في النار ثانيا القتل العشوائي للأطفال والنساء والشيوخ
وأهل الأديرة ونحو ذلك محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن هؤلاء ما أفادوا المسلمين شيئا، وإنما أضروا بهم مما حدا بالكفار إلى أن يفتكوا بالإسلام بالمسلمين هناك. أما لو من يستدل بفعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه عندما تسور على مسيلمة حديقة مسيلمة ومعه 10 من الفتيان، هؤلاء منتحرون؟ لا والله، والله ليسوا منتحرين. هؤلاء أولا أنهم من قتل منهم ما قتل بيده، وإنما قتل بيد من؟ بيد العدو، فيكون ماذا؟ شهيدا. أما من قتل نفسه فهو في النار. ثانيا أن هؤلاء قد فتحوا باب الحصن ولله الحمد، استشهد منهم من استشهد ونجا منهم من نجا وفتح ماذا؟ الحصن. وثالثا أن هؤلاء الذين يعني قاموا بهذا إنما قاموا به قتالا، هم يقاتلون مباشرة، يقاتلون عدو الله، ما ألقوا بأنفسهم من التهلكة. فمنهم من استشهد ومنهم من فتح الباب، ولذلك فإن من قتل نفسه فهو في النار. سؤال أخير.